حسن الله. كم رقم البيت؟ 99. يلا بسم الله. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: من ملك الشيء فإنه ملك ما من ضروراته قله دون شك. نعم، من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته وما اقتضاه العرف. قاعدة مهمة عند العلماء: من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته وما اقتضاه العرف. فأي إنسان يملك شيئا فيدخل تحت ملكيته أمران: ما هو من ضرورات هذا الشيء وما اقتضى العرف دخوله في البيع. مثاله: إذا اشتريت دارا ملكت أرضها وحائطها وبنيانها وسقفها، أليس كذلك؟ إذ هذه من ضروراتها. لكن هل تملك أفياش الجدر؟ الجواب نعم، لأن العرف قضى أن البائع ما يأخذها معه. طيب والمكيفات؟ لا، ما تملكها، لأن العرف جرى أن البائع يأخذ مكيفات البيت معه. طيب وفراشها؟ وش اللي يقتضي العرف؟ أنت عرفكم الآن، هل الإنسان إذا باع بيتاً وأخذ فراشه يلزمه المشتري برد الفراش؟ لا. الجواب لا. إذن يدخل في البيع ما هو من ضروراته وما يقتضي العرف دخوله، لأن العادة محكمة. أسألكم سؤالاً: أبواب السحب هل يجوز للبائع قلعها من البيت وأخذها معه للبيت الجديد، ولا جرى العرف ببقائها؟ جرى العرف. طيب أثاث المطبخ، الدواليب المطبخ غير الثابتة، جرى العرف ماذا؟ بأنه يأخذها. طبعا نحن فيما لو اختصما، وأما إذا جرى بينهما شرط أو صلح ها فعلى ما يشاءان، لكن فيما لو اختصما فيقضي القاضي بناء على هذه القاعدة، فيقول: هذه السلعة، هذا الأثاث لك أيها المشتري لأن العرف يقضي بدخوله، وهذا لك أيها البائع لأن العرف يقضي بدخوله. فالفصل بينهما العرف، والله أعلم.